الإيجابي للمصريين خلال الثلاث أيام اللي فاتوا. خليني أبدأ وارحب بدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي. دكتور سمير مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا مدام عزة لحضرتك ولكل شعب مصر العظيم، وألف مبروك على هذه المشاركة الرائعة التي تمت خلال الثلاث أيام السابقة. شفت المصريين ازاي وشفت الانتخابات ازاي وشفت التوابير وتوافد كل المصريين بكل فئاتهم، شفت المشهد ازاي دكتور سمير؟ شوف يا مدام عزة، أنا رحت تاني يوم، سبت أول يوم ورحت تاني يوم الصبح. أيوة. نزلت الساعة 9 ل 10 كنت موجود. أيوة. قدام اللجنة الانتخابية بتاعتي مدرسة فيزا نبراوي. أنا دخلت 9 ل ربع لقيت الطوابير واقفة، نص كيلو طابور السيدات ونص كيلو طابور الرجال. الله. أنا مش متخيل، طب الناس دي جاية. دخلت وأديت الاستحقاق بتاعي وخرجت. أيوة. ويعني أنا بصيت حواليا. نعم. نفتكر يا مدام عزة احنا من 2010 و11 لحد النهاردة 11 سنة كانت المنظر كده، ولا كان في جيش وشرطة وامن مركزي ودبابات واقفة وعربات مدراعة بتكمل الكلام ده؟ السنة دي مفيش، ما بص يا هو مفيش عسكري جيش واقف. أيوة. مفيش امن مركزي. أيوة. اللي انا شفته يا دوبك افراد الشرطة اللي بتدخل عادي، و حتى لقيت البنت الضابط داخلها بتمسك السيدات المسنات عشان أيوة. تدخلها جوه. كل التحية للداخلية المصرية الحقيقي ورجال الداخلية المصرية. قادر امرأة واحد بس. نعم. كل التحية لمين؟ للشعب المصري طبعا. انا لما رجعت المكتب وبعدين عايز اقول لحضرتك، بعد ما مشيت من الـ من الـ من المركز بتاعي لفيت حواليا. ليه؟ احنا دايما بنعمل حاجة اسمها احتياطي سريع. ايوه. لما بتبقى مثلا بعيدة عن المنطقة بتاعت نقطة بتاع انتخابات بيبقى في عربيتين ثلاثة واقفين في الدرة كده عشان لو حصل حاجة. ايوه. يتواجد. انا ما لقيتش حاجة. نعم. لما رحت المكتب كلمت القطاع، يا جماعه هو في ايه؟ قالوا لا، الرئيس عبد الفتاح السيسي امر السنه دي. نعم. لا عسكري جيش ولا عسكري امن مركزي. اي. اللي يامن الانتخابات هم افراد الشرطه العاديين. نعم. دي حاجه كبيره، احنا عدى 12 سنه أوي. ما فيش فيها الكلام ده. لو نرجع الصور اللي فاتت هنلاقي العربيات مدرعه قدام كل نقطه. طبعا. فمعلش يمكن انا شفت امبارح كل التحليلات ما حدش قال الكلام ده، لان صحيح. الكلام ده حاجه كبيره لمصر. نعم. يعني اللي نقول ايه يعني، الرئيس سيسي ما خافش امله لما قال الشعب يعني هو اللي يامن. ايوه. ما شفناش يعني اي خروقات تمت. نعم. خلال بكل الكلام ده شفناش اي مشكله يا فندم؟ ما شفناش ولا مشكله ولا خناقه ولا حاجه. الناس داخله بيسر وواقفه والكل ملتزم. نعم. الحاجة التانية بقى يا مدام عزة، أنا كنت امبارح في جامعة المنصورة الجديدة. نعم. أنا يمكن من أول أكتوبر لحد عديت العشرين جامعات ومر. ما شاء الله. عشان بندي نقول إيه، توعية للشباب بتاعنا. أيوه. أنا فوجئت امبارح وأنا داخل كل الولاد الشباب رافعين إيديهم بالحبر الفسفوري. الله. إذا النهاردة أنت دخلت الشباب بتاعك يشترك. نعم. يعني وعين خلي بالك، الفترة اللي فاتت كان الشباب عازف تماما. أيوة. على الاشتراك في اي. أيوة. انتخابات. صحيح. عملنا كذا انتخابات قبل كده، سواء رئاسية مجلس شعب دستور الكلام ده كله. صحيح. لم يشارك الشباب. ايوه. ورغم المره دي الحمله اللي من اياهم. ايوه. انتم هتنزلوا ليه؟ ما انتوا عارفين مين اللي كسبان. نعم. انما الشباب المره دي وانا معاكم متصدر المشي. انا قعدت معاهم قال لك لا انا عايز امارس حق الدستوري ده حقي. أيوة. اطلع. فدي كانت تاني حاجه حقيقه يا مدام عزه امبارح بسطتني. المشاركة الشعبية اللامحدودة، وهنعرف النتائج بكرة إن شاء الله. دخول الشباب النهاردة لأول مرة. وإن الجيش هو الجيش لم يتدخل ولا الأمن المركزي، لكن يأمن مين؟ الشعب. هم دول اللي أمنوا. ما شفناش مشكلة. صحيح. الحمد لله. أنا بقول إن ما حدث في الثلاث أيام اللي فاتوا دول رسالة للعالم كلها. نعم. إن مصر آمنة. نعم. مستقرة فيها انتخابات، ما سمعناش غلطة واحدة تمت. نعم. ما تدخلش الجيش ولا الأمن المركزي. نعم. فأعتقد بنقول لشعب مصر مبروك، وقيادة مصر مبروكة. نعم. وللشرطة المدنية بنشكرهم لأن هي اللي حافظت على هذا النظام وما حصلش أي مشاكل. صحيح. فحقيقي بيعتبر. عايز أقول لك حاجة مدام عزة. أنت عارف إن السنة دي مصر بتحتفل بمئة سنة على عرس ديمقراطي؟ احنا اول دستور لنا كان دستور 23. ايوه. بعد هذا الدستور عملنا اول انتخابات نيابيه. نعم. فالنهارده هذا الانتخاب اللي تم هو. أيوة. بمناسبه مرور 100 سنه على اول استحقاق نيابي عملته مصر. ف
فدي حاجة تشرف مصر. صحيح. دكتور سمير، ما ينفعش تبقى حضرتك معايا وما نناقش فكرة انه، معلش انا هاخدك في زاوية تاني لكن ليست ببعيدة عن استقرار مصر، الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت بالأغلبية قرار لوقف الحرب في غزة. في نفس الوقت دكتور سمير، الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن منع وقف الحرب. شايف الموقف ازاي؟ تمام، نشوف يا مدام عزة أول صورة عندنا اللي هي قرار الجمعية العامة أمم المتحدة اللي هي كانت 3 الصبح بالليل امبارح في أمريكا. الجمعية العامة اللي هي كل مجلس هي الأمم المتحدة. فلو شفنا الصورة هنلاقي إن فيها قدامنا أهو إن الناس اللي أيدوا وقف إطلاق النار 153. واللي كانوا ضدهم 10 قدامنا على الشاشة أهي. يعني في إجماع عالمي إن لازم نتوقف وقف اطلاق النار. نقول للسادة المشاهدين ان الجمعية العامة للأسف قراراتها ليست ملزمة للأعضاء للتنفيذ. عشان كده للأسف الأسبوع اللي فات زي ما عليك قلت من شوية الصورة الثانية، لما قدمنا هذا المشروع لمجلس الأمن الذي له سلطة التنفيذ، لو سمعت قال قدامنا اهي أمريكا راحت متخذة الفيتو. هم 15 عضو، انجلترا 13 واحد وافقوا، انجلترا لم توافق وامريكا قالت الفيتو، وبالتالي تم رفض المشروع. فللاسف هو ده اللي بيتنفذ. انما قدام العالم كله النهارده ان الكل يطالب بوقف اطلاق النار. تعالي نشوف بقى ايه اللي بيحصل دلوقتي يا مدام عزة. اتفضل. اللوحه الثانيه. بايدن بدا يبقى في خلاف بينه وبين نتنياهو. لان بايدن قال لنتنياهو لازم تغير حكومتك. لان الحكومه دي هي يمينيه دينيه متطرفه لا توافق على حل القضيه الفلسطينيه من خلال حل الدولتين. واحنا قدامنا فرصه يا مدام عزة. جو بايدن ده النهارده موافق على حل المشكله الفلسطينيه من خلال حل الدولتين، زي ما الرئيس السيسي قال في اول اجتماع مع بلينكن، قال له عايزين حل المشكلة دي بسرعة من خلال الدولتين. وقال كده سيادة الرئيس دولة فلسطينية حدودها 4 يونيو 67. وعاصمتها القدس. فالنهاردة في خلاف ما بين بايدن وبين نتنياهو. نشوف الصورة التانية. وعشان كده النهاردة بايدن بعت مستشاره للامن القومي اللي هو سوليفان. ده جاي بكرة، جاي عندنا بكرة، جاي اسرائيل بكرة. هيقعد خميس وجمعة. طبعا هم قالوا زيارة عادية. طب هو جاي يعمل ايه؟ صحيح. نقدر نخمن. اول حاجة ان امريكا بتعترض على قيام اسرائيل بضرب المدنيين في غزة. الموضوع ده عامل مشكلة في العالم كله. ودايما انذار يا نتنياهو ما تضربش المدنيين. فاول حاجة يعملها نتنياهو اوقف ضرب المدنيين، لان هناك اعتراض عالمي على ما يتم. الحاجة الثانية ان برضو سوليفان جاي يتكلم على لازم تعملوا هدنة. لان النهاردة في رهائن موجودين. عايزين يخرجوا. واسرائيل رافضة. ولكن حماس قالت انا ما عنديش مانع نعمل هدنة ونتبادل. فدي هيبقى تاني نقطة بيتكلم فيها سوليفان. سوليفان ايضا هيتكلم ما بعد الحرب. What is after. ان هنعمل ايه. وبالذات حل القضية الفلسطينية من خلال الدولتين. اسرائيل كانت عايزة تاخد شريط حدودي. امريكا رفضها واحنا كلنا طبعا رافضينه. طبعا برضو سيلفان جاي مش عايز يوسع الحرب، لان نتنياهو عايز الحرب تستمر يا مدام عزة. نتنياهو عارف لو الحرب دي خلصت نمرة واحد هيسأل، هو هيخلص، وهو هيخلص وهينتهى كاريره وهيتحاكم، لانه عليه 3 قضايا موجودين. الصورة الثانية بتقول لنا انا عشان نشوف نعرف امريكا بتعمل ايه الفترة الجاية. وزير الدفاع الامريكي هيزور الشرق الاوسط. ما قالوش امتى حتى الان. وما قالوش اني دول، لكن ده بيقول لك قد ايه ان امريكا مصرة الفترة القادمة على ان تحرك العملية وتنهي المشكلة. برضو عايزين نقول ليه هنعرف. الصورة اللي بعد كده بتقول لنا ان امريكا بتقول حل الدولتين وإقالة حكومة نتنياهو. وهل نتنياهو هيستجيب لمطلب بايدن؟ فده يقول لنا برضو ان هناك بدأت تظهر مشكلة بين طبعا. بايدن وبين نتنياهو والحكومة الاسرائيلية الموجودة، لانها عايزة تستمر في الحرب وبايدن مش عايز يستمر. تمام. عشان كده الصورة اللي بعديها لقينا بيقول نتنياهو ان احنا لن نكون فتح السودان، اللي هو يقصد
فتح وبتاع جوبستان عشان ان احنا مش هنرضخ للي عملته امريكا، وبالتالي نتنياهو بيعترف بوجود خلافات مع جو بايدن بشأن مستقبل غزة. نعم. الصورة اللي بعد كده برضه بتقول لنا ان بايدن بيحذر اسرائيل لان الدعم الدولي والامم المتحدة بتطالب وقف فوري لاطلاق النار. وده طبعا شيء مهم جدا لان العالم دلوقتي يا مدام عزة حقيقي. العالم والشعوب بدأت كلها تقول انها ضد هذا الكلام. بالظبط. عشان كده برضو الصورة الثانية هنلاقي مين كمان. امين عام الاتحاد الاوروبي. نعم. طبعا بوريل بينتقد حل رفض نتنياهو لحل الدولتين. اذا معنى كده ده بيتقال ايه مدام عزة؟ ان الكل عايز يحل. الكل مش عايز هذه الحرب تستمر الا مين؟ نتنياهو وحكومته. نعم. وضحت بقى الصورة ازاي ان احنا بنقول الكلام ده؟ طبعا نتنياهو زي ما بقول عايز يوسع الحرب الصورة اللي جاية وعايز الحرب تستمر لانه لو الحرب وقفت هيتحقق معاه وهيخرج وهيفقد مستقبله. نعم. فالنهاردة بدأ يقول ايه؟ ان انا عايز احارب في الضفة الغربية علشان اتفاق اسلو ده ما كانش مظبوط، وان قوات الامن اللي في الضفة هيبدأ هيفتح فتح جبهة جديدة في الضفة الغربية. نعم. حاجة تضحك الحاجة اللي جاية بقى مدام عزة. طبعا اسرائيل مش قادره تخبي الضحايا بتاعتها والخسائر. نعم. ففي امبارح 20 جندي اتقتلوا اسرائيلي. فيجي يقول لك ايه؟ ان دول اتقتلوا الصوره اللي جايه بنيران صديقه. اه عارف ايه مدام عزه نيران صديقه؟ يعني يا اما المدفعيه الاسرائيليه هي اللي ضربتهم. نعم. يا اما الطيران الاسرائيلي هو اللي ضربهم. نعم. يا اما واحده جنبهم هي اللي ضربتهم. هذا الكلام معناها يشين الجيش الاسرائيلي. طبعا. ما فيش جيش بيضرب بنيران صديقه ويقتل 20 واحد. طبعا. انما كل ده عايز يفهم الشعب الاسرائيلي لا ده حماس دي ولا حاجه. ده اللي ماتوا دولت مش بايد حماس، ده بايد الجيش بتاعنا. نعم. فكل ده كلام طبعا غير يعني لا يصدق. حاجه ثانيه ان طبعا يعني ال 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 الصوره اللي بعدها بتقول طبعا ان مسؤولين امريكيين بيقولوا ان الجيش الاسرائيلي بدا يضخ مياه البحر الى الانفاق. وطبعا بايدن تحت بيقول ان الرهائن موجودين في هذه الانفاق. نعم. طبعا هم جربوا كذا حاجة، كل ده بيحاول يلهي الشعب الاسرائيلي. جربوا الصواريخ الارتجاجية لما ما نفعتش، قنابل الفوم. قالوا هنستخدم الغازات واخيرا المية. مدام عزة لأي مدى تتوقع نجاح مسألة ده؟ انا قلت قبل كده انه لن ينجح اغراق المية لان هم اصلا مش عارفين الحاجات دي فين ولا الانفاق دي فين ومداخلها. وان لو دخلت المية فطبعا هتبقى حماس قادره انها تسد اول فتحات. نعم. فلن تدخل. وهم صحيح النهارده شغلوا 5 مضخات، لكن بقول لك دي عمليه دعائيه عشان الهاء الشعب. مش هتجيب نتائج؟ لا مش هتجيب نتائج خالص خالص. نعم. انا بقول لحضرتك من دلوقتي. طيب. على فكره الموضوع ده احنا عملناه ايام رفح، بس عملناه من فوق الارض. أيوة. عشان الميه اما بتكش مع الرمل بتتقل. نعم. فبتهد الانفاق اللي هي الترابيه. أيوة. انما الانفاق. أيوة. دي انفاق خرسانيه مختلفة تماما. وعلى فكره الفيتناميين عملوها قبل كده. فاضل دقيقه على الاذان يا دكتور سمير. حاضر يا فندم. حاضر. اخر حاجه طبعا معلش هنخش النهارده الحوثيين بداوا يهددوا الملاحه في البحر الاحمر. كلمه سريعه. ودي هتبقى مشكله الفتره اللي جايه، لكن اعتقد ان امريكا هتبدا تعمل تحالف للتصدي لهم، واعتقد ان برضو الموضوع ده هيأثر على الملاحه العالميه، ولكن امريكا هتعمل تحالف في جيبوتي للتصدي لاي عناصر في البحر الاحمر وبالذات الحوثيين. بشكرك فندم، شكرا جزيلا. بشكرك سياده اللواء دكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي. نطلع فاصل.